هذه آثار الخراب الذي تركه جيش الاحتلال في المنزل الذي كان محاصرا لأكثر من ساعة بعد أن اقتحمته وعاثت فيه خرابا ودمارا، حتى الأجهزة الكهربائية، التلفاز، ممتلكات المنزل، الثلاجة لم تترك شيئا إلا وخربته في هذا المنزل. طبعا هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها جيش الاحتلال هذا المنزل ويحاصره ويعيث فيه خرابا أيضا. هذا ما خلفه جيش الاحتلال بعد اقتحامه لهذا المنزل الذي حاصره في مدينة قلقيلية صباح هذا اليوم.